جاهزين؟ جاهزين. اسمع، خلص ما تتوتروا بنوب، صدقوني كل شي رح يكون منيح. أنا بظن إنه أغلب اللي موجودين هون بيعرفوا أنا شو رح أقول هلأ. عزيز، أنا بحبك وما نسيتك. هاي الحقيقة. طبعاً هذا الشيء أبداً مو بإيدي إني غيره، بعشقك. وأنا هلأ رح أحكي شغلات ما بتعرفوها، بقصد الشغلات يلي نحنا عم نخبيها عن بعض، واللي هي شغل الموسيقى فورا. تعالي معي فورا. فتور فظيعة عن جد، مو معقولة هالبنت تعمل كل شي بيطلع براسها وما بتخاف من شي. عزيز خليك، بعد فريد بدي احكي معه شوي. اهدى شوي عزيز، عليا بدها توصل لك انه هي بتحبك وهذا هو الموضوع. بس يلي عملته عليا غلط، مليون مره صرت حاكي معها بالموضوع وفهمت انه كل شيء بيناتنا ماضي وانتهى. يعني لازم تستوعب وما بقى تتصرف بهي الطريقه، عم تحرجني قدام الناس. منيح اللي فتت باخر لحظه وما خليتك تحكي شيء، انا انقذتك، لازم تشكريني على هالشيء عليا. والله كنتي رح توعينا بمصيبه. كنت حابه احكي اللي بقلبي، لو ما تدخلتي كان احسن فتون. يعني عليا لوين بدك توصلي بالاخر؟ لك كنتي رح تعملي مصيبه وبدك يعني اقعد اتفرج وكانه ما صار شيء؟ طيب حاجتك حكي فاضي. عليا انتي صريحه زياده عن اللزوم، وهذا الشيء ما بيناسب كل العالم، لهيك لازم تروقي وما تعملي شيء ممكن يضايقهم. لو سمحتي. مستحيل فتون، أنا ما بحب خلي شي جواتي من دون ما أقوله، ولعلمك كل العالم لازم يسووا هيك. هالشي طبيعي على حالك وبس، بس ما بتقدري تفرضي على العالم يتصرفوا ويكونوا مثلك، مفهوم؟ كل إنسان بهالدنيا عنده طبع خاص فيه عليا. هلأ في ناس صريحين كتير وناس لا، يعني كل واحد حر يتصرف مثل ما بده، هالشي بيرجع لهم بالآخر. عم تفهمي علي؟ أكيد بيكون عزيز عصب مني. ما بعرف عليا، بس انتي لازم توعديني ما تعيدي هيك شي ابدا، تمام؟ ايه تمام، انا رح روح غسل وشي واجي. روحي يلا. مجنونة. عزيز حرام البنت لهلا مو مصدقة انه تركتوا بعضكم، حتى انا مالي قادر استوعب الموضوع. سعيد انت شو عم تحكي؟ انتم مفكرين انه انا ما حاولت؟ بس خلص كل شي بيناتنا انتهى، لازم تفهم بقى وتتركني اعيش حياتي. المفروض تفهم الموضوع. هزت لي بدني كتير والله. خلص لا تفتحوا سيرة عليا بنوب لو سمحتوا. أنا رايح. بشوفك. بشوفك. نازلي انت شو رايك؟ رايي بشو؟ بموضوع عزيز وعليا. ما بعرف، للاسف هيك بتكون الحياه، ما بتعرف يمكن يرجع لها بعدين. حياتي
خير؟ شو اللي مسهر حبيبتي للساعة المتأخرة بالليل؟ احكي لي لشوف بشو قاعدة عم تفكري لحالك وانت عم تتأملي. كنت عم فكر شوي. ايه وبشو عم تفكري؟ يعني مو نحنا قررنا ننتقل على البيت الشتوي عن قريب راكان؟ صح. مستصعبتها كتير للقصة. ليش مستصعب القصة دي؟ ما يعني كل سنة نحنا منروح لهنيك بس مناخد اغراضنا ومنروح. خلص لا تتعذبي، البنات بيضبوا الاغراض ماشي؟ شو هالهم يعني؟ ما بعرف شو صاير لي. ليكي ديما يا روحي، بالصيف بنجي لهون وبالشتة منروح على هداك البيت، مو على طول بنعمل هيك نحنا؟ لا لا حاسس في شي تاني. يلا قلي لي، يلا هاتي لشوف، احكي سامعك. ما في شي راكان، هذا هو الموضوع اللي عم فكر فيه. يعني قبل ما كان بدر موجود بس هلأ موجود معنا كل الوقت، والصبي صار متعود على حياتنا بهذا البيت. يعني هلأ رح ننتقل على بيت جديد وغراض جديدة، انت بتعرف الأولاد ما بيحبوا هالقصص. حياتي يعني هذا الشيء اللي كنتي أكلي همه؟ ايه. هلأ هذا الفصعون اللي قاعد جوا مانو قليل بنوب أكلي همه لهالدرجة هاي؟ رح قلك شغلة، لما منروح هنيك بنعمل له غرفة حلوة ماشي، منعبيها بالألعاب والشغلات اللي بيحبها، يعني منعملها مفاجأة وخلصنا بقى. أكيد بيتعود، صدقيني بيتعود. أول شي نحن حبيناه كتير، وخص نص أنا حبيته، وبدر فينا نقول مثل يلي عملنا بروفا، يعني بس يصير عنا ولد منكون تعودنا على هالشي ماشي؟ اتفقنا؟ اتفقنا مرتي الحلوة. قومي للنام، يلا امشي معي. شو صار معك دكتورة؟ ما طلعت النتيجة؟ مبلا هلأ طلعت، مدام انتي حامل. ممكن ترجعي تتأكدي، بلكي في شي خطأ. مدام أحياناً بصير خطأ بالفحص تبع البيت، بس لما بنعمل تحليل الدم بناخد النتيجة الصح، والمعلومات يلي عندي هون بتأكد هذا الشيء. أكيد أنت حامل. كيف صار هالشي دكتورة؟ أنا كتير بنتبه على هالقصة. أكيد أنت بتعرفي إنه ما في ولا طريقة مضمونة 100%، يعني في احتمال كبير يصير حمل، بس الوقت مانو مناسب لحتى أجيب ولد، مو مشكلة. طيب شو بدك تعملي هلأ؟ طبعاً بدي نزله وفوراً. وزوجك؟ أنا وزوجي متفقين إنه ما بدنا أولاد بهالوقت. ليكي كل اللي بدي اياه منك هلا انه تحددي لي موعد للعمليه وباقرب وقت، واذا فيك اليوم بيكون ممتاز. للاسف يا مدام عندي مؤتمر بعد الظهر، اذا بتحبي بنعمل العمليه بكره. اتفقنا، لكم بكره. تمام. رح ثبت الموعد وانتي شوفي الوقت مع المساعده تبعي، واكيد نحن رح نخبرك شو لازم تعملي قبل العمليه. ماشي، شكرا لك. اهلا فيكي، بكره بشوفك. بالاذن. فيني أطلب منك طلب صغير دكتورة؟ طبعاً يا خانو، إذا ما حدا عرف بالموضوع بكون ممنونتك. إيه أكيد. شكراً. صباح الخير. يسعد لي صباحك. لكن بارح انشغل بالي فتون وما قدرنا نحكي بالليل. يعني بالله هلأ لو أنتي ما وقفتي علي عن الحكي شو كانت قالت؟ آه يا بنت شو إنك درويشة، عم ياكلوكي لأنك هيك، لك عاملينك طعم يا غبية. كل اللي سألته سؤال فتون. يعني شو رح تحكي؟ أكيد كانت رح تحكي قصتكم، إنه فريد ونازلي بحبوا بعض وكل العالم بصيروا يعرفوا هالشي ويحكوا فيه. شو عم تحكي؟ عليا من وين جابت هالحكي اللي مانو صح؟ برأيي لازم نسألك أنت والسيد فريد من وين جابته. ما بعرف لأيمتى رح تضلوا عم تكذبوا ومفكرين إنه نحن أغبياء. شوفي فتون أنا رح قلك شي. حلو، وأخيرا شكلك رح تعترفي. احكي نازلي، عم بسمعك. صح انتي اكلتي البوزة مو هيك؟ اشتهيتها بالليل وقلت لأقوم اكل بس ما شفت ولا شي بالبراد. اعترفي ما رح ازعل. فريد باسني من كم يوم. بعرف يا روحي بمنامي. لا والله بجنينة، مو نحنا اتنين غفينا؟ وقتها هو باسني. متي فتون؟
لك انت شو عم يصير معك؟ ليش انا شو عملت؟ ما عملت شيء، بس من غير قصدك انت بتكون هيك. كيف بدي اشرح لك؟ عفوي كتير، وعفويتك مو بس لانه نحن هون، لا انت بتكون مع الكل عفوي. شخصيتك كتير مرحة، يعني انت عملة نادرة واللي مثلك مو موجودين. يا الله منك، لك أنا إذا بتقرصني دباني بقلك ليش خبيتي عني هيك شي؟ معقولة أنتي؟ ما خبيت عنك فتون، بس تأخرت لخبرتي. قال خبرتني بوقت متأخر. لك إذا بصير معك هيك شي مرة تاني بتخبريني فوراً، فهمتي؟ يا الله فتون. طيب كيف كانت؟ نازلي كأنك عم بتقولي حلوة كتير. أنا ما قلت شي بنوب، لا تخبصي بالحكي فتون. يا الله كأني عم شوف فيلم رومانسي هلأ، الأبطال تبعه هنن روميو فريد وجولييت نازلي. كيف رح تكون نهاية هالفيلم يا ترى؟ أنا بخبرك نهايته، روميو بيروح مع حبيبته بجولة حول العالم، بعدين جولييت بتقطع أصابعه وهي عم تقطع البصل. نهايتهم مو حلوة، حبيتي القصة ما؟ أنت ليش هيك متشائمة يا روحي؟ شو بك؟ ماني متشائمة، أنا واقعية، يعني أنا مستحيل فكر إني أتزوجه بسبب اللي ساويته نورمان، ما هيك نازلي؟ برأيي إذا بتتبري من نورمان يعني هيك ممكن يزبط موضوعكم. الشخص الوحيد اللي لازم أرفضه هو فريد، وهاد إذا قدرت أرفض. هيك لكان، يعني أنت هلأ عم تعترفي إنه في شي بيناتكن مو هيك؟ طبعاً اللي عملتوه مو قليل أبداً. ما بعرف فتون، عقلي مشوش، ما بعرف كيف أتصرف ولا شو بدي ساوي. طيب هلأ شو صار بعد ما بستوا بعضكن؟ يعني ما حكيتوا شي أبداً؟ عم أتصرف وكأني مو متذكرة بنوب، وهو عم يعمل المستحيل لحتى أتذكر فتون. والله الأحداث عم تصير أغرب مع الوقت. هو عم يضغط علي، واضح إنه بده ياني يقول. أنا عم أتهرب منه، وبهي النقطة بالذات أنتي رح تتدخلي فتون، رح تجي معي على الشغل، وهيك ما فيه يجي لعندي ويحكي معي. بدك ياني يكون حيط عازل بيناتكم، يعني وراء فرن بس مو حيط، مشان ما يلزق البسكويت بالصينية. بس خليني حذرك نازلي، فريد بيك إذا حطك براسه قولاً واحداً رح يوصلك بشي يوم. قليلي لشوف شو رح تساوي وقتها. رح أقوم ألبس لبين ما تفكري. تركيني لحالي. تمام، شكلنا هلأ مثل زنجو ورينجو ماشيين مع بعض. اي بس مشان الله لا تخلينا نضحك مثلهم، خلينا جديين أكتر. تمام. صباح الخير. صباح النور. اليوم اجيت وجبت فتون مشان تساعدني شوي بالشغل، وكمان مشان تتعلم الطبخ، ما هيك فتون؟ ايه صحيح، صرت اشتغل كل شيء لانه ما عندي شيء حاليا، وكمان منشان وضعي، يعني يمكن يلزمني اسوار الذهب بايدي. ايه بيلزمك، اليوم انا وفتون رح نشتغل سوا ونساعد بعض ونتعاون مثل الاخوه. ايه طيب انا طالع، موفقين. نازلي هلا انت متاكده انه هالرجال عم يلحقك دائما وانه خانقك وما بيريحك ابدا وهيك شغلات؟ غريبه والله، مو مبين عليه انه هيك. وانت شو عرفك؟ لك حتى انه مهتم ابدا ومشي. مهتم لانك هون. ما رح اعتذر منك لاني ما قدرت انساك، ولاني حبيتك لدرجه اني ما فيني امسحك بهالسهوله. عليا خلص بكفي، صرت قايل لك 100,000 مره بكفي. ليش ما بدك تفهمي؟ عليا أنا ما عاد حسيت بشي تجاهك بنوب. ما عم تشوفي بعينك؟ أنا بحبها لنازلي، ما في غيرها بقلبي. عم حاول أوصلها وعم أكتب لها غنية. تفضلي.
بس هي ما بتحبك. كيف؟ نازلي ما بتحبك. انت مالك شايف كيف نظرات نازلي وفريد لبعضهم؟ ما في هيك شيء بنوب. مبلا فيه، وانت بتعرف هاد الشيء منيح، بس عامل حالك مو شايف. روحي من هون عليا. نازلي بتعتبرك صديق مو اكتر. روحي من وشي عليا. رح تزعل كتير وقت تتأكد من الشيء اللي قلت لك يا، وما رح يكون جنبك غيري وقتها، حتى لو كنت صديقة. عليا، حتى صداقتنا خلصت. يمكن هالشي بسببك أو بسببي، مو مهم. المهم كل شي انتهى. واللي بيناتنا علاقة شغل مو أكتر. عليا، أنت منيحة؟ خانقتوا ما؟ حتى صداقتنا ما عاد بده إياها. هو في بنت تانية بحياته وعم يكتب أغاني كرمالها. مين هي؟ روح اسأله إلي. غنية جديدة؟ ايمتى اجيت؟ شفت عليا وما كانت منيحة، تخانقتوا ما هيك؟ ايه مزبوط. انت ليش اجيت؟ لاني قلقت عليك بعد ليلة امبارح، انت منيح؟ منيح. تشرب قهوة؟ منشرب. لحقت قهوتي قبل ما تخلص. انت محظوظ. عن جد؟ عم تشتغل على لحن مو هيك؟ كأنك عم تجرب شغلات جديدة. ايه صحيح. الحقيقة اللي كام اسبوع عم حاول اكتب لحن جديد. جايك الالهام. ايه حكيك مزبوط. لا ما فيك تخبريه لفريد بالحقيقة. ولأيمتى يعني؟ ما فيني ضل هربانة منه طول حياتي. معناها أنت بدك تخبريه بالحقيقة. مستحيل. طيب شو رح تعملي؟ يا خبريه لا ما في خيار ثالث عندك. أحسن شي ضل هربانة منه قد ما فيني، بركي بمل وبتموت مشاعره تجاهي. طيب بما أنه زال عنك الخطر أنا رح روح راجعة على البيت. اليوم دوامي نهاري وبكرة ليلي. تمام، بس خلص بمرق لعندك. طيب بس إذا ضليتي عم تشتغلي مثل السلحفة بجوز ما تلحقي للمسا حبيبتي. استعجلي شوي. ماشي يا روحي،
لا تقلقي رح استعجل. تمام، لا تضايقي حالك ماشي؟ شكرا لك. ايه بس كان الافضل انه تحل هالموضوع بلا ما تجرحوا بعضكم. حاولت وانت بتعرف، بس امبارح عليا تجاوزت حدودها. للاسف عليا ما عم تفكر بهالشي. راح تفكر من هلا ورايح. انا جرحتها كثير وكمان قسيت عليها، بعرف هالشي، بس ما في غير هالحل. هي تشوف حياتها وانا كمان. طيب وهالشي لامتى بده يستمر؟ قربت، ما رح يطول. كأني سمعت شي بس أنا مو متأكد. مشان مين هاللحن؟ لا تنزع المفاجأة، لسه ما حدا انتبه، بس يخلص اللحن رح أعزفه وقت يكون الكل موجودين. رح يكون اعتراف بالحب. ليك عزيز، أنا بعتبرك مثل أخي وما بدي إياك تزعل أبداً. شو ما كنت عم تساوي حسبها منيح وحسوب كل شي. لا تتصرف بسرعة وتهور. أنا ما عم ساوي شي عن غبا، وبعرف منيح شو عم ساوي. الحب شي حلو كتير، إحساس رائع، وهالمرة رح تكون النهاية كلاسيكية، والحب بيربح دايما. تشرب كمان؟ لا شكرا، لازم روح سعيد ناطرني. عزيز، الحقيقة أنا انبسطت كتير لأنك رجعت تلحين، بس كيف بدك تستمر بهالشي مع إدارة المحل؟ يعني مثل ما بتعرف الإدارة شغلة مو سهلة، وانت زلمة فنان. أنا كتير بحترم يلي عم تقوله، بس هالمرة ما بدي نصايح من حدا بنوب. فريد قلتلك أنا فهمان شو عم بعمل، كل شي رح يكون منيح. موفق، إذا احتجت أي شي خبرني. يلا سلام. ما عم حس بشي بنوب عليا، ما عم حس بأي شعور. أنا لساتني بحبك مثل الأول. بس أنا بحب نازلي. عليا؟ عم استناك. بتحبي نروح على شي مكان ونحكي؟ لا فريد، نحنا ما في شي نحكي فيه بنوب، بس أنا بدي أسألك سؤال. أنت شو رأيك بهالموضوع؟ أي موضوع هذا؟ موضوع حب عزيز لنازلي، وطبعاً هي ما بتحبه لأنه بتحبك إلك. أكيد أنا ما عم فكر ساوي شي. نحن اثنين بدنا نفس الشيء، انت بدك نازلي وانا بدي عزيز، فينا نساوي شيء يفيدنا. عليا انت مو مستوعبه اللي عم تحكيه. ما فيكي تحددي مشاعر حدا ما قلنا حق بنوب. ليش؟ نحن قلنا الحق لانه نازلي بتحبك، ما لازم تسكت، انت لازم تفهم عزيز هذا الشيء. نحن اثنين فينا ننهي هالمهزله. رجاء عليا لا تكملي، خلص بكفي لهون. يلا تعي خليني وصلك. لا شكرا، بروح لحالي. ألو، أهلين سعيد. فريد، إمتى جاي؟ راكان إجا وشكله ناوي على الشر.
يلا جاي ليش شو صار؟ اجى مع المحاسب الخاص تبعه وقال بده يدقق الحسابات وما بعرف شو. طيب طيب انا جاي فورا. اسمعني، بتساوي اللي رح اقلك عليه بالضبط. اسمع شو بدي اقلك، هلا بتوصل لهون كل الملفات الخاصه بارشيف الشركه، بدي منك تدققهم واحد واحد، واذا في اي شيء مو قانوني او في نقص بالمصاري بتطالعه وفورا وبتخبرني. عم تفهم علي؟ حاضر يا بيك. تمام معلم. انا ما بعتقد في غلط بحساب هدول الشباب، بتوقع كل شيء عندهم قانوني. ما فيك تحكم، استنى وخلينا نشوف بعيوننا. الظاهر انه في شيء براسك، مو هيك يا معلم؟ ايه في بشير، نحن قلنا النص، في 48%. حلو، بس برأيك هالشي بكفي؟ لا بشير لا، أنا بدي الشركة كلها. عم تفهم علي؟ بدي أوصل للقمة، ولازمنا عزيز مشان هالموضوع. إذا سحبته لصفي الأمور بتنحل، إذا قدرت أوصل لشي بهالملفات مو قانوني رح أكسبه أكيد، وبوصل لهدفي. انتبه منيحة مثل ما اتفقنا، بدي إياك تدور بأدق التفاصيل. ماشي يا أهلا وسهلا براكان. مرحبا، قالوا لي أنه بدك كل ملفات الشركة من الأرشيف. ليك هاي كل ملفات السنين الماضية، خدهم وساوي فيهم يلي بدك يا. يعني أنت ما أنك خايف؟ نحن شغلنا كله قانوني أستاذ راكان، يعني مو مثلك أنت، ما فيك تلاقي أي شيء أبدا. شوف بشير، الثقة اللي بهالرجال والتصرف اللي عم يتصرفه، والله عم يخلوني فكر أنه حضرتك تملك 50% من أسهم الشركة وكأنه أنت المدير تبعه والآمر الناهي فيها. ما رح رد عليك هلأ راكان، مالي فاضي لك. سعيد، يعني أنت عم تتصرف وكأنه هي الشركة إلك لحالك، مو هيك؟ ليك دير بالك على حالك منيح، لأنه إذا بلاقي أي شيء رح توقع سعيد، وحتى فريد ما رح يقدر يساعدك، فهمت؟ دير بالك منيح مشان إذا وقعت ما أخذك معي لتحت يا راكان. خبروا إقبال بس يخلص منهم مشان تأخذهم. يلا هذا إذا خلص اليوم. تفضلي يا ست إقبال، شيلي كل هالألعاب من هون لو سمحتي وبسرعة. هذا مكتب مو غرفة ألعاب، بكل مكان طابات وما بعرف شو. بس هاي الألعاب كانت للسيد أمير، يعني أخوكي ديما خانم، وأنا بعتقد هو ما فكر أنه رح تيجي وتعدي مكانه أبدا. اكتبي نورمان يتم إخراج الألعاب من غرفة السيد أمير. وكمان بدي ينفتح البريد الإلكتروني الخاص فيني اليوم، لأنه كتير مهم اتعقب المراسلات الداخلية، يعني أنا بدي يكون على علم بكل شيء عم بيصير هون. حاضر ديما خانم، رح سجل هالملاحظة. يلا اكتبي. عفوا، أنت بأي صفة بدك تتعقب المراسلات الداخلية للشركة ديما خانم؟ أنت مو من الفريق الإداري لهي الشركة، حضرتك شريكة وبس بحق لك أنك تشوف التقارير الصادرة. نورمان امسحي آخر ملاحظة. عفوا شو قلتي ست إقبال؟ ممكن تعيدي؟ إقبال خانم، من شان إجراءات الكمبيوتر الخاصة بديما خانم. أنا ديما، تحكي معي. أسفة ديما خانم، اتصلوا من مكتب المعلومات من شان تركيب الكمبيوتر الخاص فيكي، رح يجوا على غرفتك بس تكوني فاضية. طيب انت شو اسمك؟ نوران يا خانم. نوران، ليكي نوران، من اليوم ورايح اذا بدك تقولي اي شيء بخصني بتجي لهون مباشرة على مكتبي وبتخبريني فيه. كلامي واضح؟ واضح يا خانم. ممتاز. لا لا تستعملي هذا العطر مرة تانية، ريحته مانا حلوة. تأمري يا خانم. وهلأ شيلوا هالمسخرة، لأنه بكرة الصبح أنا بدي أجيب الشغلات الخاصة فيني لهون. أنت شو عم تقولي؟ آه فريد، اجيت لهون لحتى تقلي أهلا وسهلا، انبسطت بشوفتك. ديما نحن ما منرحب فيكي بهالشركة أبدا. عن جد؟ فريد، أمير بيكون أخي أنا، ومثل ما أنتوا إلكم ذكريات مع بعض بهالغرفة، أنا كمان إلي ذكريات مع أخي. ليك طلع منيح، شايف هاي الصورة فريد؟ صح أنت حاولت تمحيني من كل مكان بحياتك، بس أخي ما ساوى هذا الشيء أبداً.
ليش؟ لأنه نحن منكون أخوات، عزيز وأمير وديما. حتى لو كنت فريد أصلاً، بس أنت ما فيك تفرقنا عن بعض. غير هيك حابة خبرك، نحن عم ننتقل على البيت الشتوي، وأنت بتعرف على الأغلب أني رح أبعت بدر لعندك هاي الليلة. يعني أنا برأيي تروح وتهتم فيه أحسن ما تضلك واقف هون. هلأ من هاي الغرفة ما بيطلع شي ولا بيتغير أي شي، ودي ما بتروح على الغرفة الثانية فوراً. ست إقبال اعملي اللازم. حاضر فريد بيك. خلينا نشوف إقبال مكبرات الصوت بس تخلص من اللي بإيدك. ماشي. مرحبا ابن حماي، كيف صحتك؟ الحمد لله. من زمان عم فكر اجي وهنيك، وهي اجيت اليوم. اهلا وسهلا. اهلين فيك عزيز بيك. شو رايك نعلق الضو هون؟ كمل شغلك لا تتعطل. ايه علقوا، اصلا هون احسن من اي مكان تاني. ماشي. شي حلو كتير والله. والله أنا مو قادر أفهم هالشي بصراحة، كيف عزيز حبة لنازلي؟ يعني صحيح هو كان عم يهتم فيها كتير، بس عزيز على طول بيتحمس بتعرفه، فكرت أنه معتبرة صديقة مو أكتر. نازلي اللي معتبرته صديق، وانت سمعتها شو قالت مبارح؟ ايه، يعني عزيز عايش بوهم هلأ وما بيعرف شي بنوب، بس هو حساس كتير وبيجوز يزعل بسبب هذا الشيء للأسف. عزيز ما كان لازم ينفصل عن عليا أبدا، البنت مجنونة ما اختلفنا، بس برأيي إنه هن الاثنين بيكملوا بعض. شايف لك إنه عزيز سكر على الموضوع تماما. ايه، وانت ما في أي تطورات ولو بسيطة بقصتك؟ نازلي عم تتهرب من الموضوع، وأنا ما عدت سألتها. رح أحكي معها للمرة الأخيرة، يا باخد جواب منها يا بسكر على القصة. طيب برأيك شو هو السبب؟ ما بعرف، بس أكيد في شي مخليها متوترة لهي الدرجة. قلت لك رح أحكي معها مرة تانية وفهمها. أصلاً الموضوع رح ينحل اليوم، لأنه بدر جاية ورح أجمع العيلة ورح أجيب نازلي وإنت كمان تعا. حلو، بيجي عزيز جاي؟ على الأغلب يجي. أنت بدك شي مني اليوم؟ ما بدي شي بنوب. طيب أنا رح روح لعند عزيز وشوف شو هي حالته واتطمن عليه. المسا بشوفك. صدى الصوت كتير رائع، المسرح والبارات والآلات الموسيقية هنيك وكل شي بيجنن، المكان كتير حلو عزيز، عن جد بياخدوا العقل. يا الله أنا شو متمني يكون عندي هيك مكان. القصة كتير سهلة، انت فيك تشتري مثل هيك مكان. ايه طبعا فيني، معقول ما يكون فيني؟ بس يلي عم فكر فيه مختلف تماما، يعني المكان هو للطبقة الراقية، وانا عم فكر بمكان لعامة الشعب. بس طبعا انا بالليل ما فيني اطلع، اختك ما بتسمح لي، يعني بالنهاية شو الفائدة من هيك مشروع وما فيني انا اللي ديره؟ مزبوط، لازم نهتم بوجهة نظر الشخص يلي منحبه. والله كلامك كتير حلو. وانت ما في شي وحدة مستعد تضحي كرمالة؟ اوه عزيز بيك، هالابتسامة والخجل تبعك فضحوك. مين صاحبت الحظ؟ ركان. انا؟ انت لا توجع راسك بهيك امور. شو هالحكي عزيز؟ شو انا غريب؟ شوف شو منساوي انا وانت واختك، منروح ومنطلبها بعد ما نظبط امورك، منزور اهلها للبنت ومناخدهم معنا شوكولا وورد، وبعدين منطلب البنت على سنة الله ورسوله، ناخدها ومنمشي وخلصنا. الشي اللي عم بتقوله كتير تقليدي ركان، انا ناوي اخطفها للبنت. اي والله انت بتساويها يا عزيز. عزيز بيك
أنا خلصت هون، بتحب تجي وتشوف؟ طبعاً، جاي فوراً. رح أحكي تليفون، كمل شغلك. ألو حياتي، استلمتي مكتبك الجديد؟ إيه طبعاً حبيبي استلمته، وهن عم بيجهزوا لي إياه هلأ. حلو كتير، وأنا هلأ عند عزيز عم هني بمحله الجديد. طيب ليش ما استنيتني حياتي؟ كنا رحنا مع بعض. منيجي مرة تانية. ليكي حياتي، شو رأيك إنه نعزم عزيز لعنا بكرة الصبح على بيتنا الشتوي؟ مدام؟ بس دقيقة، شوفي مكتبك صار جاهز ديما خانو. يعطيك العافية، فيك تروح. يلا بالإذن، مع السلامة. حياتي، بكرة الصبح مشغولة. لا حبيبي مو هيك، بصراحة بكرة الصبح بدي أطلع أنا وبنان، لأنه وعدت أنه نطلع ونفطر سوا. طيب خلاص بنأجلها. بعدين أخي عزيز مانو غريب، منعزمه بعدين. في شي ضروري؟ ما في شي بنوب. طيب حبي انتبه، ما بدي وصي. ماشي، وانت انتبهي على حالك. باي باي. شوفي نورمان، ديما خانم أنا حكيت قبل شوي مع مهندس الشركة مشان يجدد الديكور. قام عطاني موعد بكرة الصبح. بكرة الصبح أنا مشغولة. عفواً، بس هو جاي بكرة لأنه حضرتك مستعجلة، يعني بس رح نتفق على التفاصيل وهو بيكمل شغله بعدين. ما سمعتي شو قلت لك؟ الصبح أنا كتير مشغولة، بعدين أنا ماني هربانة من الشركة، بيجي بأي وقت تاني. كلامي مفهوم نورمان؟ هو مشغول، ما فيه يجي هالفترة، معناتها إذا هيك بيبعت لنا شريكه. ساوي اللي بتلاقيه مناسب. ليش لساتك واقفة فوق راسي؟ في شي تاني بدك يا؟ بنوب. ليش واقفة لكان؟ ألو؟ إيه صح، أنا اللي اتصلت فيكي. بصراحة اتصلت ممرضتك فيني مشان العملية تبع بكرة، بس مع هيك أنا حبيت إنه أتأكد منك. ما في أي مشكلة، ما هيك؟ طيب ماشي، بكرة الصبح رح كون بالموعد اللي اتفقنا عليه. شكرا دكتورة. عم عزبك معي، شكرا لك، مع السلامة. والقواطع قديمة عزيز بيك، لازم نغيرها كمان. تمام، إمتى رح تخلص؟ رح حاول بكرة، إن شاء الله بخلص. إن شاء الله. عن إذنك، مع السلامة. عزيز بيك، مو على أساس هنن كانوا رح يجوا بكرة مشان تهوية المطبخ؟ إيه؟ اتصلوا فيني من شوي وقالوا ما رح يجوا. شو هالحكي؟ ليش هيك عم يعملوا؟ يعني لازم نحن نركض وراهم؟ ليش ما بيجوا وبيوفوا بعدهم؟ هيك الدنيا يا عزيز، أنا قلت لك هذا الشيء مو سهل. بعرف ما نو سهل. إيه منيح كتير إنك بتعرف هالشيء، ومشان موضوع التهوية ما تقول ما حذرتك، بعدين بيسحبوا لك الرخصة، انتبه. أساساً أنا عم حاول صلحه. أنت كنت قاعد ببيتك وعم تلحن وتكتب على كيفك، شو اللي خلاك تساوي هيك شيء؟ ليش شو ناقصه؟ المشروع حلو، بعدين هالمكان رح يجيب مصاري كتير. فريد بيك عزيز شخص ناجح وموهوب كتير، وأكيد رح ينجح بهالشغل، ليش لا تمنعه؟ خليه يجرب، مو شرط يزبط كل شيء، وأنا رح كون معك، لا تخاف أنت. يساوي اللي بده إياه، بس هالشغل بيكون أصعب إذا حواليه واحد مثلك. تعرف أنا على طول بسأل حالي شو مشكلتك معي بالضبط. شوف عزيز أخو مرتي ومثل أخي، يعني نحن دائماً واقفين مع بعض على الحلوة والمرة، أنت ليش عم تتدخل وعم تحاول تفرقنا؟ شو هدفك؟ أنا كنت مبسوط لأني ما شفتك بالشركة، بس للأسف طلعت قدامي فجأة اليوم. عزيز، ليك أخي المكان هون بيجنن وكتير حلو، وحتى بياخد العقل، الله يعطيك ألف عافية، وأمانة إذا بتحتاج أي شيء فأنا جاهز، تمام؟ يلا باي. ما عم صدق، كيف بتخليه يقرب منك لهالدرجة هي؟ شو ساوي؟ إجا وزارني، راكان صهري بالنهاية، شو بدك قلعه؟ مرحبا، أنا مساعدة ديما أوندار. إيه اتصلت مشان موعد المدام بكرة. أنا كنت عم زبط البرنامج تبعه وحبيت أني أتأكد مشان ما أتلخبط بشي.
آه مزبوط، إيه بعرف طبعاً. تمام، أنا رح نظم البرنامج على هذا الأساس. ماشي، شكراً كتير إليك، مع السلامة. حلو كتير يا سديمة، هلأ تأكدنا أنه عندك عملية إجهاض وما فيكي ترجعي على شغلك. أهلين يا خانم، شو فيني ساعدك؟ لك، أنت شو عم تساوي هون؟ عم ساوي كوكتيل، بتحبي ساوي لك؟ شكراً، ما بدي، مو جاي على بالي. منين تعلمت هاي الشغلات؟ اشتغلت فترة ببار. اشتغلت ببار؟ امتى؟ يعني طبعاً ما اشتغلت فيه كمهنة، ما؟ بالجامعة، بس للتسلية وقت كنت عم ساوي الماجستير بأنقرة. آسفة على هالسؤال، بس يعني أنت أكيد ما رح تشتغل بمطعم بأنقرة مشان تكسب مصاري وأنت عم تدرس، هالشي مستحيل، ما؟ وشو المشكلة نازلي؟ يعني بالنهاية حلو الواحد يعتمد على حاله وهو عم يدرس. ما في مشكلة بنوب، عم أمزح معك. وأخيراً بدر رح يجي اليوم، بيقدر يبقى عندي وعند ستة وعند عزيز كل فترة. شو رأيك تجي؟ سعيد وعزيز وطارق كمان رح يجوا. والله أنا ما بقدر، بتمنى بس أنا مشغولة، عندي درس لغة يابانية. بدر بده يشوفك وهو مشتاق لك. وأنا اشتقت له، بس عن جد أنا ما فيني، يا ريت لو بقدر. خلي كل خزاني لحالة مشان ما يختلطوا مع بعض بكرة. كيفك؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك، قلت بمر بشوفكن شوي بعد ما خلص شغلي. منيح كتير، مفاجأة حلوة، لازم نحكي شوي. أنا رايح، أنتوا احكوا براحتكن. بس مانك مضايقنا. يلا بشوفك المساء. مع السلامة. بشو بدنا نحكي؟ من شان قائمة الأكل الصراحة الآن بخصوص التقديم بدي يكون مميز. عزيز، في شوية أفكار براسي، بس أولويتي إنه يكون التقديم مميز ويكون حسب الأصول، يعني بالمطبخ أو عند الزباين. يعني زبون بالزحمة وقت بيسمع موسيقى تكون حلوة وتكون الخدمة عم تتقدم له بشكل مثالي، وقتها رح يركز على طعمة الأكل وتقديمه كمان. ما تخاف من شي، لأني أنا فكرت بهالأمور هاي، يعني رح يكون كل شي منيح، لا تخاف. ماني خايف لأنك موجودة هون.